طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اللجنة المنظمة اختارت في أهداف المجتمع المغربي داخل وخارج لم تقتصر على مشاركة اللاعبين بطولات الأولمبية والأوروبية، ولكن قررت أن يكون مزج بين معينين محليين وأبناء المغرب لا سيما طنجة. Donc bonjour, on est très contente d'avoir participé à ce tournoi. Surtout dans notre pays, on représente notre pays et c'est une fierté pour nous. Non, c'est tout. Je peux peut-être pas. On est très content de participer dans cette. Mais pourquoi t'as pas dit en irlandais ? De participer à ce petit tournoi. Voilà, jouer à Tanger, c'était un grand moment, même si on n'a pas joué au stade des grands. C'est pas grave. C'est déjà une étape et Inch'Allah, pour la suite, un bon match. Hein. On espère avoir la coupe, Inch'Allah. Inch'Allah. Driss Ben Brahim. مدير مجلة أوروبا اليوم، صحفي من بروكسل. نحن اليوم في القرية الرياضية بطنجة لنعيش ملتقى كروي يجمع مغاربة العالم من إسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا. اليوم ابتدت هذه البطولة من أجل نيل كأس مغاربة العالم في نسختها الأولى 2023، والتي ستجرى فيها مقابلات نسوية وذكورية. اليوم ستجرى مقابلة بين منتخب فتيات أوروبا ضد فريق فتيات البوغاز، وبعده ستجرى مقابلة أخرى بين قدماء اتحاد طنجة ونخبة الفريق الإعلامي بطنجة، وبعدها ستجرى مقابلة أخرى بين فرق من دول أوروبية وفرق من طنجة. الحفل الرياضي اليوم هو بمناسبة عيد العرش واليوم الوطني للمهاجر، وللإشارة فجمعية الثقافة والرياضة التي نظمت هذا الحفل الرياضي هي من نظمت وستنظم غدا حفلا فنيا بالمركب الثقافي أحمد بوكماخ، سيشارك فيه فنانين من مغاربة العالم وفنانين من المغرب، وسيتم تكريم نخبة من كفاءات مغاربة العالم. الحفل سوف يبتدئ على الساعة 7:30 غدا إن شاء الله. السلام عليكم، معكم عبد الله الزحف وعرفة من بلجيكا، رئيس جمعية الثقافة والرياضة ببروكسل. اليوم هذا الحفل حفل رياضي، وغدا إن شاء الله حفل فني بمغاربة العالم. عندنا هنا اليوم في الرياضة عندنا فريق النسوي فتيات البوغاز وفريق مشكل من مغاربة العالم، وفي يعني الناس اللي اكبر من 35 سنة، فريق اتحاد طنجة قدماء
وقدماء الصحفيين في طنجة، والناس القدماء من بلجيكا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، وإسبانيا. يعني هذا الدوري هذا سميناه كأس مغاربة العالم، وكنتمنى إن شاء الله هذا كأس مغاربة العالم تبناه واحد النهار الجامعة الملكية، ويكون كأس المغاربة يعني من الداخل والخارج إن شاء الله.